الحمد لله كسبنا المباراه وقللنا فرق النقاط بيننا وبين الزمالك لثلاث نقط الحمد لله رب العالمين. حاجه كانت متوقعه لان مش متوقع ان احنا ننزل نتغلب من اسوان او نتعادل مع اسوان. اسوان بتنافس هي والبنك الاهلي على البطاقه الاخيره للهبطين لان بنسبه كبيره الانتاج الحربي ووادي دجله مشرفين السنه الجايه في الممتاز به. فاسوان هي بتنافس هي والانتاج فاسوان بتنافس هي والبنك الاهلي اسف لان الانتاج زي ما قلنا هياخد غصه للدرجه الثانيه السنه الجايه. وكمان الاقي ان المباراه دي ليها تعليق كابتن احمد شوبير اللي هو لا 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 كده كتير يعني هيبقى في ضوضاء وتلوث سمعي وهيبقى في فرقه بتلعب عليا زون وانا كده كده اهلي موسيماني عندي مشكله في الشق الهجومي وعندي شويه ملل وعندي رتم بطيء وعندي مشاكل كتير اللي هو في ماتش ممل بس ما عنديش فيه اي مشكله. ليه؟ لان انا هطلع واخد الثلاث نقط وانا اهم حاجه بالنسبه لي ثلاث نقط ودي مرحله تجميع نقط. ما حدش بيركز مع الاداء ولا حد بيركز مع الجمل التكتيكيه العظيمه جدا لان كل الكلام ده عارفين ان هو طول ما احنا ما بنكسبش يبقى الكلام ده بنرميه في الحمام. المهم ان احنا نطلع كسبانين حتى لو سيئين حتى لو مش شايفين قدامنا حتى لو ما جبناش شوطه على الجون واول كوره بتيجي الكهرباء بيقدر ان هو يسجلها يبقى كده كهرباء نجم الماتش. ليه؟ كهرباء جاب جون. طب هو كهرباء عمل ايه غير الجون بقى بيها؟ ما عملش حاجه. طب مش دي المشكله. المشكله كمان ان احنا مع موعد مع تبديلات هذا الموسيماني فعادي يا معلم يعني قبل التبديلات بنحاول ان احنا نخلص المباراه ونجيب التاني بقى علشان خاطر لما الراجل يقرر ان هو يهبد وينزل بالتغييرات بتاعته نكون عندنا كده حسن امان اللي هو احنا جايبين جولين فعايز تغير عن موس غير ونزل اللي انت عايزه. فالحمد لله محمد شريف بيقدر يستغل الكره العرضيه من ناحيه علي معلول وبيحطها في المرمى الخيالي علشان خاطر موسيماني ياخد الضوء الاخضر من اللعيبه اللي هو اهبط براحتك يا موس بقى وغير تغييراتك الغريبه اللي محدش فاهمها دي. فالراجل يقرر ينزل سعد سمير وينزل محمود متولي وكمان محتاجين ان احنا ندي لجون الاجيري ومحمود وحيد اللي هو عم موس في مشكله يعني سعد سمير كفيل ان هو يغرق لك بلد. يعني تخيل سعد سمير ورام ربيع موجودين في خط دفاع واحد دي اكتر حاجه بالنسبه لنا كاهلاويه بنزعل عليها اللي هو احنا لسه موجود عندنا سعد سمير علشان خاطر لسه بيضحك اللعيبه والمدير الفني فحسب الله ونعم الوكيل. فبنقول عادي يا معلم ما عندناش اي مشكله لعيب طيب وربنا يكرمه وياكل عيش بس ما ينزلش الملعب لانه لما بينزل الملعب يعني زي ما قلت لك خط دفاع فيه رام ربيعه وسعد سمير ورام علي لطفي يعني احنا بنلعب من غير خط دفاع ومن غير حارس مرمى. فهتقول لي لا يا معلم ده منزلهم في الدقيقه 80 والدقيقه 85 فانت بخلصت الماتش. قال لك بص الثلاثيه دي كفيله ان هي تغرقنا اساسا احنا غرقانين لوحدينا وهجوميا يعني متلصمين بهداف الدوري محمد شريف وقوه محمد مجدي قفشه ونص ملعبنا القوي جدا السنه دي اللي فيه اليو وعمرو السوليه وخط دفاعنا اللي زي ما قلت لك يعني مش جامد اخر حاجه فمعلش يعني احنا مش هنقعد نالف يعني حتى بدر بنون الحته القويه عندنا مش موجود النهارده فاحنا لا مؤاخذه يعني احنا مش قاعدين على حجر قوي في خط الدفاع يعني مش عندنا حجر اساسا ده احنا قاعدين بزلطه كده والزلطه دي ممكن اي حد يشوطها تطير خالص يعني من غير خط دفاع اساسا والحارس السيتي بتاعنا منور في الاولمبياد بالله فرق بالنفس على هبوط بس في ظرف خمس دقايق الثلاثيه دي كفيله ان هي تغرقك وده فعلا اللي حصل والاهلي لبس الهدف الاول وبعد كده الناس كلها بدات تحط ده على قلبها وتقول لك بس التغييرات وسعد سمير والبركه حلت علشان خاطر يجي والتر بواليا ويقول لهم يا جماعه انا دافع ومهاجم على قدي بس جبت لكم اهم جونين في السنه الجون اللي خلص على الانتاج الحربي وكمان الجون اللي بيخلص مباراه اسوان وبيريحكم عايزين مني اي حاجه بقى انا صفقه فاشله هتدعوني السنه الجايه بقى. بص يا والتر يا ابني انت وكهربا يعني انطلقوا وشوفوا حالكم بعيد عننا يا ابني مش معنى ان الظروف اجبرتنا ان انتوا تلعبوا اساسيين فهتقول لك لا ادي فرصه لكهربا ولما ياخد اساسي هيبقى كهربا بتاع الزمالك والنبي لو خد 100 فرصه مش هيرجع بتاع الزمالك ابدا بس عادي نمشي مع الموجه ونقول ان كهربا محتاج فرصه مع اني واحد من اكتر الداعمين لثلاثيه كهربا وطار محمد طاهر ومحمد شريف بس بعد ما بشوف كهربا في الملعب والحشكله اللي بيعملها دي بقول لا هو ولا جونر اجاي اقدر ان انا اطقهم في الملعب لان الواحد بشر برده بيجيب اخره من اللعيبه ساعات فالحمد لله ياخد فرصه بقى في الماتشات الجايه ما حدش عارف الجدول هينزل امتى بتاع الدوري ترزي اللوائح بتاع اتحاد الكره بتاعنا ده كفاهم ان المنتخب الاولمبي هيطلع واتصدم ان المنتخب صعد فقرر انه يعمل جدول جديد فتخيل ان المباراه اللي كانت نوعا ما متوسطه الحديدية 90 زي ما قال العلامه سيف زاهر هي اللي خلصت على ان هي هتكون مباراه اللي قبل التوقف فالحمد لله قدرنا نطلع بالثلاث نقاط ونروح للتوقف ده بخير وسلام وامنين. هم قالوا لنا ثلاث ماتشات من غير الشناوي احنا لعبنا الثلاث ماتشات من غير الشناوي والحمد لله عديناهم على خير وما ان كل حاجه عندنا بتعدي على خير وما عندناش غير شويه توفيق وشويه رجوله وشويه اصرار من شويه لعيبه عندنا جوه الملعب فعزيزي ممكن تعتبرني من الشويه دي وتعمل لي لايك او سبسكرايب في هذه القناه المتواضعه.